قامت مديرية الموارد المائية في ديالى بحملة كري الأنهار في المحافظة وتنظيفها من النفايات والحيوانات النافقة والترسبات الطينية من أجل تأمين مياه الشرب للمواطنين. قامت مديرية الموارد المائية في ديالى بحملة كري لأكثر من 1500 كيلومتر للأنهار في المحافظة وتنظيفها من النفايات والحيوانات النافقة وكذلك الترسبات الطينية بهدف تزويد محطات الإسالة بالمياه النظيفة وزيادة سرعتها صوب المحطات. خطتنا لهذا العام بحدود 1500 كيلو، لحد الآن أنجزت مديرية الصيانة دائرة صيانة ديالى بحدود 1400 إلى 1450 كيلو متر بالمحافظة. هذا يساعد على سرعة الجريان، يساعد على قلة الضائعات بالمحافظة، وإحنا من دورنا أيضا نهيب بالمواطنين وأنه بعدم رمي النفايات داخل الأنهر وعدم التجاوز على الحصص المائية على الأنهر. حاليا احنا منتجين 1521 كيلو، اي بنسبه 75%، يعني باقي عندنا 3 اشهر ان شاء الله نوفي كل الهاي. اضافه ان عندنا اعمال طارئه، مثلا زهره النيل، هذا انتم مثل ما تعرفوه يعني وباء يعني منتشر سريعا، ايضا عندنا كوادر تقوم بالعمل هذا. وبما ان محافظه ديالى من اكثر المحافظات تعرضا لشح المياه، لابد من اتخاذ اجراءات حقيقيه للحفاظ على هذه الثروه، وما استثناء المحافظة من الخطة الزراعية إلا خطوة ضرورية بهذا الاتجاه، مع تأكيد الموارد المائية في المحافظة على الاستمرار في كري الأنهر وتنظيفها من الترسبات لتأمين مياه الشرب. صح، هالسنة ماكو خطة زراعية، هاي تأثر على الفلاح وعلى الزرع، ولكن يوفر لنا الماء الشرب للمواطن أهم شيء. بالنسبة كري الأنهار، أول شيء يزيد من قوة سرعة الماء النهر يعني، واثنين الترسبات بعد ما يصير والماء نظيف يروح للمواطن. احنا نكيف بحملات التنظيف، على الأقل يجينا ماء نظيف نستفاد منه، مو يجينا ماء وسخ، إذا بينا ماء وسخ وصاخة يذبون العالم به. ما تهدف إليه الجهات المعنية من اتخاذ هكذا خطوات هو تأمين مياه الشرب للمواطن، على الرغم من تأثير منع الخطة الزراعية على واقع الزراعة في المحافظة. للعراقية الأخبارية شاكر الوندي، ديالى.